الطيارات تلمح علينا بالسنابل، وبعدين هدينا خدونا وطفشوا بينا. الليلة عيل سحب ومشي بينا وسابوا كل حاجة. والله يمكن أسبوعين ثلاثة أو شهر وهم يتنقلوا من مكان إلى مكان، من مكان لمكان، حتى يبيتوا في المكان ده ويصبحوا يمشوا من مكانهم إلى مكان آخر حتى وصلوا. يمكن شهر تقريبا. Fadel Island. While not strictly an island, this remote farming town in Egypt's Nile Delta is virtually surrounded by water. Some 5,000 people live here, the majority of them children. Fadel Island is where they live, yet few here would really call it their home. Their story begins in 1948 in the Palestinian town of Beer Saba'a, today part of southern Israel and known as Beer Saba'a. The Bedouins who lived there were forcibly displaced from their homes in what Palestinians call Il Nakba, the catastrophe, the founding of the State of Israel. The majority of Beer Saba'a's Arab population sought refuge towards Jordan to the east. But a small number, thought to be around a few hundred people from the Namouly tribe, traveled west, crossing the Sinai desert before reaching the fertile lands of the Nile Delta. جابونا أهالينا من فلسطين، شاف الحرب وجابونا من فلسطين ماشي يمشوا شوى حبة ويقعدوا حبة، يقعدوا حبة ويمشوا حبة لغاية ما وصلوا هنا. لقوا الحتة دي مش فيها حد، قعدونا فيها، قعدوا كل واحد حزلوا على الحتة وقعد فيها. The story of the Namouly tribe's epic journey to Fadel Island has been passed from generation to generation. Many who arrived in 1948 fully expected to return within a few months. Today, their descendants remain here, where memories of Palestine still burn strong. سنة 1948 لما الأهل يجوا من فلسطين طبعا جايين مهجرين، عذاب اللي شافوه في الهجرة. إسرائيل عملت عليهم زي حدوة الفرس، يعني اتجاه من ثلاث اتجاهات، حصرتهم من ثلاث اتجاهات، فمش كان باقي قدامهم إلا اتجاه رفح مصر على من فلسطين على مصر. فبالتالي يجوا يعني سابوا كل ما يملكون، حفاة عراة في الصحراء، جبلتهم ظروف صعبة، من رفح لبير العبد للجنطرة، دي كلها محطات، حتى إن الشيخ نصير النمولي مؤسس جزيرة فاضل كان على علاقة أخوية حميمة مع الباشمهندس محمد فاضل اللي هو صاحب المكان، لأن الوالد كان تاجر خيول وجمال من مصر لفلسطين. فبالتالي لما اجى اختار المكان اختاروا لعدة أسباب. جزيرة فاضل قرية، أرض صحراء جرداء واسعة شاسعة، تحيطها المياه من ثلاث اتجاهات،
ابتدى يقعد فيها وابتدى يتلم حواليه أهل القرية وأهل القبيلة حتى وسعت يعني ويربوا سكان جزيرة فاضل الآن عن 5000 نسمة فلسطيني في جزيرة فاضل. كانت رملة زي دي كلها رملة مش فيها زراعة ولا فيها جناين ولا فيها حد وصاروا يشتغلوا وكل واحد يلم له قرش وبنى له حتة بيت. كانت الحياة صعبة 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 للغاية يعني فكانت برضو الأمل العودة فيهم متواجد حتى الآباء كانوا رحمة الله عليهم حتى لو جابوا فاكهة مثل المانجا مثلا حتى كانوا بيأكلوا الثمر في البذر وياخدوا البذرة ينشفوها ويعنوها حتى يعودوا إلى فلسطين يزرعوها في أرضهم أرض فلسطين. كان الأمل يعني عندهم قريب جدا جدا كان العودة في أذهانهم يعني. The name of the town stems from Muhammad Fadel, a local landowner from whom the Namoulis acquired a generous parcel of land over 7 decades ago. The town grew rapidly to host the biggest concentration of 1948 Palestinian refugees in Egypt. Yet it remains a largely forgotten, isolated community. Today's inhabitants, the descendants of the Namoulis of Beer Saba'a, mainly make a living working the land. أنا بداير المكسر ده كده اهو علشان أسقي الحوض اللي بعد ده. دي مهنتي ومهنة جدودي واني بسقي في الأرض علشان تروي وتديني زرع وتديني خيرها. بحوش الحشيشة دي كده علشان المية تمشي معايا. علشان المية تمشي معايا تبقى أسرع شوية. القرية 90% من أهل القرية امتهنوا المهن الزراعية الحرفية أو الموسمية بشكل عام وفي 10 أو 20% مهن حرفية أخرى. إحنا هنا كل واحد بيشتغل على هواه، ما في اللي شغال في زبال وفي اللي شغال سباك وفي اللي شغال ميكانيك وفي اللي شغال حلاج، كل واحد حسب الأب اللي هو معودة عليه. ما بابايا دلوقتي شغال في الخردة بس أنا شغال حلاق وأخويا شغال ميكانيكي وأخويا شغال كهربائي سيارات، يعني كل واحد حسب الصنعة اللي هو حاببها. هو مش غصوبية إن أنت تشتغل في الخردة ولا تشتغل في البتاع، هي حسب الروحة بتاعتها. والله المهن اللي شغالين فيها ناس تجارة مواشي تسمين وينزلوها السوق يبيعوها بأسعار اليومية، وفي طبعا كهرباء سيارات ميكانيكي سيارات نجارة بقالة زراعة. والله الزراعة مصدر موروث أبا عن جد وهي مصدر رزق أساسي للأسرة، حتى اللي مش عنده أرض بيحاول يشتغل باليومية في الأراضي الأخرى لأن عمل موسمي مستمر طول العام. احنا زارعين ذرة سكرية فاحنا دلوقتي بنسقيها زي ما انا قفلت المكسر اللي بنجمت شوية والمكسر ده برضو علشان الزرع يفوق ويروى كده وياخد ماء ويروى. بنعرف منها المواشي وبنخمره وبنقعد نقطعه علشان برضو نعمله علف ونكمره بمفارش بلاسكا كده واسمه بالعلف ده باسمه سلاج. فالزرعة التانية الأرض اللي هي المحروطة اللي وراكم دي فإحنا بدرناها برسيم علشان برضو إيه موسمها إيجا وموسم البرسيم داخل عليه. فإحنا لما نيجي نزرع
لازم نشغل المية نحافظ على المية علشان برضو نوفر مية معانا والمية تاخد الأرض تاخد مساحتها في المية وتروي من المية. نزرع قمح عشان آخر السنة برضو نيجي نحصدها وناكل برضو منها ونعمله دقيق. وبنزرع رز ومرات شعير دي اللي احنا بنزرعه. وفي زرع سوداني لسه برضو بس لسه مش خدت موسمها ولسه بنقطع منها من النهارده. نعتبر الأرض شيء مقدس للفلاح المصري والفلسطيني الأصيل، بيعتز بأرضه وبيديها علشان تديه. فيعني النهاردة مثلاً إحنا في محصول السوداني، فول السوداني ده ما شاء الله فيه بيخش في كل الصناعات سواء الزيتية أو صناعة الصابون أو حتى المحمصات، الكنافة، الهريسة، في جميع الحلويات الشرقية دايما السوداني طعم للشيء يعني. فبالنسبة للأرض الزراعية في جزيرة فاضل والفلاح الفلسطيني المصري في مصر معطاء دايما بلا حدود للأرض، والأرض اللي بتديها بتديك دايما المثل الشائع يعني. Keeping its Palestinian traditions and customs alive is very important to the tribe. These range from traditions around food and drink, dress code, and rules surrounding marriage. Until recently, there were strict rules on who they could marry, but now this has been relaxed. It's an example of how this Palestinian community is integrating with its Egyptian neighbors. والله الآباء والأجداد أول ما يجوا طبعاً محتفظين بعاداتهم وتقاليدهم حتى في الزواج. ممنوع أو يعني يجوز واحد غير العائلة أو غير القبيلة. فلما استمروا على هذا الوضع يعني مدة طويلة، ثم احنا حضرنا بعد الميلاد خلفنا الرأي ده، صرنا نتجوز مصريين وندي المصريين بناتنا وناخد من بنات المصريين ونتعرف عليهم ويتعرفوا علينا ويناسبونا ونناسبهم في كل المناسبات، بنروح لهم بيجونا برضو في كل مكان، معروفين يعني عند بعض المصريين والعرب معروفين عند بعض وإن جمايل وإن معارف، والحمد لله رب العالمين علاقتنا طيبة وبخير مع المصريين. اليوم احنا عاملين نشاط من مشترك مع من اتحاد المرأة الفلسطينية، اللجنة لفرع مصر، اللجنة الاقتصادية، ومؤسسة الصداقة المصرية الفلسطينية بالقاهرة، جايين انه احنا نحاول نزرع في اولادنا اللي اتولدوا في الهجرة وفي الشتات إن التمسك بالتراث الفلسطيني وبالأصالة الفلسطينية والتعرف على العادات والتقاليد. اليوم إحنا بنغطي الجانب اللي هو جانب الأكلات الفلسطينية. الأكلات الفلسطينية تتعرض للسرقة في أوروبا وأمريكا من الاحتلال الإسرائيلي، بينسبوا كل الأكلات الفلسطينية اللي توارثتها الأجيال
في فلسطين لإسرائيل المحتلة، وبيقولوا إنه هذا حمص إسرائيلي وهذه فلافل إسرائيلية، وإحنا بنقول لأ هذا حمص فلسطيني وهذه مقلوبة فلسطينية. وللأسف يعني شوية لأنه فترة الهجرة طولت والشتات طول، الجيل الجديد اللي طلع ما عندوش فكرة عن هاي الأكلات الفلسطينية، فهذا دورنا إحنا في الحفاظ على التراث. أنا بعتبر إنه الحفاظ على التراث، الحفاظ على التراث هو مسؤولية على كل الأهالي والناس اللي عارفة أهمية الفلكلور والتراث في القضية الفلسطينية. والله إحنا عاداتنا وتقاليدنا هنا بنجيب الدقيق، خلي بالك، بنطحن الغلة والذرة، نطحنوا على مكنة بتبقى موجودة في الأجوار حدانا، أو بيجوا الستات في البيت بيقوم بينخلوا الدقيق نخيل مظبوط بسن ناعم منخل، خلي بالك، ويعجنوا الدقيق ويركبوا الصاج في صاج أسمر كبير كده، بيجوا بركبوه على 3 قواعد من الحجارة، خلي بالك، ويحطوا تحته الخشب ويولعوا ويخبزوا. بنعرف أولادنا في أيام ثقافية فنية تراثية الأكلات، حفاظ على الهوية الفلسطينية حتى في الأكل، حتى في الملبس، الأكلات الشعبية الفلسطينية، الموروث الشعب الفلسطيني. This meeting is a majlis, meaning a town council or gathering. Here, community leaders discuss and resolve legal disputes, everything from business disagreements to local property arguments to family quarrels. على قد ما انصهرنا في مع الشعب المصري والقرى اللي حوالينا انصهار كامل، لدرجة ان احنا عاملين لجنة مصالحات بتحل المشاكل الحياتية واليومية في جزيرة فاضل، زيها زي القرى التانية بينتدبوهم لحل مشاكلهم في القرى الاخرى، واحنا بننتدب منهم برضو لجان الصلح انهم يحلوا بعض المشاكل، بيساعدونا في حل بعض المشاكل الحياتية واليومية. موضوع امبارح ده احنا دخلنا فيه بس موضوع دخل فيه الشباب اللي زيك، اللي زي كرم، اللي زي تيسير، اللي زي أشرف أبو صالح، اللي زي الولد ده على فكرة ممكن يأثر سمير، ماشي، لسه ما فيش يعني يا عمي مرة واثنين وثلاثة مش تيأسوا يعني، أصل إلا إن أبغض لحالها عند الله الطلاق. ما احنا مش عايزين ماشي. الطلاق، احنا ماشيين في الصلح، ماشيين في الخير يعني، مرة واثنين وثلاثة، وحاول تاخد حد وتروح اكسب ثواب. احنا بنتكلم جد يعني، مش علشان حاجة تانية. ابو ياسر بركة، لا ابو ياسر عنده موضوع حساسية في الموضوع، لكن انت خد خيرين في الموجودين. تيسير وكرم، قصدي سمير وكرم، ماشي في الخير، سمير وكرم وهيجيبوا نتيجة، اطراف وسيطة افضل. وانتم ما شاء الله عارفين مفاتيح مفاتيح الخير مين ومغاليق الشر مين. نعم. يعني دايما ما تاخدوا خدوا مفاتيح الخير، ما تاخدوش مغاليق مفاتيح الشر، اغلقوا عليهم. ان شاء الله انتوا. انا رئيس مجلس الصلح والمصالحات العرفيه والمجالس العرفيه بالشرقيه وجزيره فاضل، مع عدد كبير من الاخوه الاعضاء القضاه المحترمين. اي مشكله بنحلها في مجتمع، في مكان زي مكان العمدة عيد نصير، خلي بالك، أو غيره، خلي بالك، ومن كل مشكلة وإلها حق وإلها مطاليع على رأي العرب، وإلها أسلوب في دفع الحق وأسلوب في رفض الحق. إذا كانت رقبة لا قدر الله تطلع لها دية، خلي بالك، الدية دي بتتمن بكذا ألف وكذا مليون بتطلع لها. فبيقوم ساعة الحق بقى في جهة ووجه، بيروحوا الناس للمصالحات ويروحوا الناس للطرفين، بتنزلوا عن بعض من المبلغ أو يتمسكوا في مبلغ محدد من المبلغ اللي طلع في مجلس العرفي اللي باتوا يعني. ليلي ليلي ليلي
Like other Palestinians in Egypt, the people of Fadel Island have experienced mixed fortunes. In the 70 years since the group arrived in the Nile Delta, at times their conditions improved, and at other times they deteriorated. In the 1950s and 60s, under President Gamal Abdel Nasser, Palestinians in Egypt were treated on a par with Egyptians, having access to healthcare, education, and job opportunities. They were also issued with ration cards and allowed to own property. إلى الجماهير الصابرة المناضلة في غزة وأشيد بعظمتها كمثل أعلى لكفاح الإنسان من أجل الحرية. The death in 1970 of Abdel Nasser and the arrival of President Sadat changed the Egyptian policy towards Palestinian refugees in Egypt. The Camp David Accords of 1978 saw a U.S.-brokered settlement between Egypt and Israel. There are still great difficulties that remain, and many hard issues to be settled. Before the signing of the Camp David Accords, a separate incident affected the status of Palestinians in Egypt. Youssef El-Sabaei, a writer and Egypt's culture minister, was shot dead on a visit to Cyprus. Palestinians opposed to closer Egypt-Israel ties were blamed for the attack, and anti-Palestinian sentiment in Egypt was openly expressed. For the people of Fadel Island, a new, more restrictive era was about to begin. Fadel Island, a town in Egypt's Nile Delta, is the biggest concentration of 1948 Palestinian refugees in Egypt. It's a 3-hour drive from Cairo, an isolated community descended from a single Bedouin family. Over the decades, their fortunes have ebbed and flowed, but they deteriorated after the Camp David Accords of 1978, which saw an American brokered settlement between Egypt and Israel. As Palestinians living in Egypt, their ambiguous legal status has gone on to affect their whole lives. ابتدت بعض المميزات او نقول المعوقات تتطبق على الجالية الفلسطينية بشكل عام في مصر ولكن هنا المفروض ان في فرق ما بين الفلسطيني الوافد اللي جاي من الضفة وغزة وفرق بين الفلسطيني المولود في مصر ومتعلم في مصر وعلى ارض مصر فبالتالي المفروض يتعامل معاملة المصري في كل شيء سواء التعليم سواء الصحة لان الفلسطيني اللي وافد اللي جاي بتحويله مثلا في الصحة تحويله لمستشفى معين في مصر بتعالج فيه اللي هنا كان بيطلع له قرار وزاري دلوقتي ما فيش له قرار وزاري يقول روح انت تبع دولة فلسطين. The Gulf War of 1991 saw further restrictions on Palestinians in Egypt. Iraq invaded Kuwait, and in response to the invasion, Egypt sent 35,000 soldiers to support an international coalition, which would ultimately force an Iraqi retreat. As the leadership of the Palestinian Liberation Organization appeared to side with Iraq, a backlash against Palestinians in Egypt followed. Many chose to lie low, some even hiding their true origin. Palestinian privileges, previously granted, were withdrawn.
كنا بنتمتع مثلا بتملك اراضي، بتعليم مجاني، بصحه مجاني زينا زي المصري بدون قرار وزاري، خلي بالك. فايجوا في يعني حصل سياسه كده فشالوا عنا، شالوا عنا مميزات بالنسبه للتعليم، بالنسبه لتملك الاراضي الزراعيه، خلي بالك ممنوع تملك الاراضي للفلسطيني ابو 48 والمقيم في مصر. The children of Fadel Island, born in Egypt of Palestinian heritage, are treated differently from other children in Egypt. Pupils are liable for school fees and face a level of bureaucracy so complex that many children slip through the educational net. A few, like these children, are taught by local volunteer teachers. عملية التسريب من التعليم حضرتك غير التفكك الأسري وغير الكلام ده كله، الإجراءات القانونية للوافدين الفلسطينيين إجراءات صعبة وإجراءات طويلة المدى حضرتك. يعني أنا كأب علشان أخلص إجراءات، والإجراءات دي حضرتك بتقعد بالشهرين، شهرين إجراءات لما أنا أقدم ولا ثلاثة، وأرجع بابني من القاهرة للزقازيق ومن الزقازيق لأبو كبير أمن الدولة حضرتك، وأرجع مدرستي ألاقي الأطفال اللي دخلوا مدرسة صرف الكتب من دائرة الصرف. أستاذ محمد بيتكلم معك في موضوع تأخير الورق والإجراءات في الوافدين في مصر، طبعا عشان الثانوية العامة كان ده السبب، يعني لازم تخلص امتحانات الثانوية العامة الأول والملاحق، فخلصت الحمد لله وظهرت النتيجة خلال 10-15 شهور بالكثير، البحوث هتيجي. بس المفروض أولياء الأمور اللي في سنة أولى ابتدائي يسجلوا ملفات أولادهم في المدارس، لحد دلوقتي على حد علمي فيش ولا واحد سجل اسمه في المرحلة الصف الأول الابتدائي. يبقى ماشي يتسجل ملف وينكتب اسمه عشان ينصرف له كتب، والورق الوافدين يجي براحته، يجي في شهر 11 يجي في 12 مش مشكلة. مشكلة خالص. من حقه يحضر ومن حقه يروح مدرسته ومن حقه ياخد كتب ويدفع مصروفات وكل حاجة لحد الترم الأولاني. الترم الأولاني ابتدى بيوم 1/12 ما جاش يبقى خلاص باي باي عليه السنة. حيوا بسملة. شاطر يا بسملة. احنا قلنا يا جماعة طالب الفلسطيني ده بيتاخد اسمه بالقلم الرصاص، بالقلم الرصاص في المدرسة فقط لحين انتهاء الإجراءات القانونية من إدارة الوافدين وأمن الدولة، وأمن الدولة لحين قيده بالمدرسة، لأن ما فيش مدرسة تقدر حكومية تقدر إن هي تكتب اسم طالب وافد من غير الانتهاء من الإجراءات القانونية دي. مشكلة التعليم إن إحنا عشان داخل ابنك المدرسة لازم تروح تجيب له جواب من القطاع الحاكم من قطاع غزة، تجيب له جواب من وزارة التربية والتعليم، بعد كده ترجع هنا للورق بيروح أمن الدولة، بعد كده يعني لفة جامدة، يعني المصري بيروح يودي شهادة الميلاد وبطاقة الأب أو الأم وخلاص، بعد كده ابنه دخل المدرسة. إحنا يعني هو دي عقبة في التعليم عندنا برضه، يعني عقبة التعليم إن إحنا لازم يعني الواحد بيلف أكتر من 3 شهور على الدوائر الحكومية كلها عشان داخل ابنه المدرسة. يرجع الطالب الفلسطيني أو الغير الفلسطيني يروح مدرسته الحكومية، يكون الطالب اللي هو المصري اللي هم زمايله صرف الكتب من دائرة الصرف حضرتك، وفين لما يعمل بيه استمارة وبتاع، كان الترم الأول خلص. Thank you.
بنحاول نخلص لهم جميع الإجراءات اللي في الوافدين اللي في القاهرة، ومع ذلك وبنعملهم أيام فنية ثقافية، وجود مدرس ومدرسة في جزيرة فاضل مجانا لأبنائهم، يمكن بقاله 15 سنة على روح الشيخ نصير النمولي، عمل فصل محو أمية، عمل مكتبة، ما دي كلها أسباب بتصب في موضوع التعليم. كون إن الأب ما عندوش رغبة إنه يعلم ابنه لأسباب أخرى ما حبش أتكلم فيها، دي في بنعملهم كمان أيام فنية، أيام يعني تنمية مع بالتنسيق مع البيئة في والمحافظة والتنسيق مع مجلس المدينة، بنحاول نقعد مع أولاء الأمور ونعملهم أيام تنموية إلهم، ولكن في أسباب خاصة لأولاء الأمور، بيرمي شمعته على المعيشة، بيرمي شمعته على الظروف الحياتية، بيرمي على المعوقات على الصعوبات. أجمل التعليم يعني الشباب بتطلع شباب حلوة عندنا، يعني بدل ما يطلعوا للمدرسة والكلام ده بيروحوا للمزبالة، بدون حاولين نطول نفسنا منا فينا، يعني نشتغل حتى عشان نعرف نجوز نفسنا، نعرف نبني بيت حلو حتى زي البشر. والله طلعت منها من الأزمة اللي أنا فيها، يعني هتم تعليمي ازاي وانا عاوز يا دوب اصرف على نفسي يعني، ولا اصرف على بيتي. للأمانة موضوع التعليم ده موضوع شائك، يعني ممكن إن رب الأسرة بيرمي المسؤولية على المعوقات والصعوبات اللي بيقابلها، ولكن رب الأسرة عليه جزء كبير في إن ابنه يتسرب من التعليم. كنا عشان نروح المدرسة بنمشي من هنا لعند أبو كبير حوالي 7 كيلو، بنمشي ماشي حوالي 7 كيلو كل يوم الصبح وكل يوم واحنا جايين انا واخويا. مش كان هنا في العزبه حد بيعلم، عشان التعليم كان فيه صعوبات شويه الاول، كان فيه ان احنا بنتعامل معامله الاجنبي، بنتعامل معامله الاجنبي يعني كنا بندفع $700 او $800، فابويا مش كان معه 700، يعني ابويا كان مقتدر شويه، مش كان في اللي انا واخويا في اللي هنا في العزبه، وكان والله ابويا بيسلفهم سلف، يعني بيسلف من الناس عشان اغير لهم ونتعلم انا واخويا، ومدارس حكوميه برضه. There is another factor holding back those living in Fadel Island. Palestinians in Egypt fall outside the support network of UNRWA, the United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees. This means they have limited opportunities in health, education, and employment. Egyptian law places a 10% job quota restriction on foreign workers, and Palestinians find themselves in that category. With such a low limit, jobs tend to go to better qualified foreigners, leaving behind the Palestinian job seekers of Fadel Island. الشغلانه ديت من زمان قوي، بقالي اكتر من 25 سنه واحنا في الشغلانه ديت، بنصلي الفجر ماشي وبنطلع بعد الفجر على طول، بنطلع على شغلنا اللي واخد له مقلب، بيتاجر مقلب من مجلس المدينه بيشتغل فيه، بياخده في الشهر ب 5000 ب 10000 هو واسلوب الشغل في بتاعه، بيقعد ينقي بقى الشكاير والكرتون والخيش والحاجات ديت، بنحمل التروسيكل بتاعنا وبنيجي هنا المخزن نفرزه ماشي، وكل حاجه اللي اروحها بيجي تاجر من عندنا من هنا من العزبه بياخد بالطن. بطلع من الفجر باجي مات الظهر حسب شغلانتي، بتلاقي من الساعه 10 بس الحقيقه حسب شغلها. ربنا لو وعدني بتم شغل بقى حمل ورق، قلت ماني مش لقيت حاجه لازم اكمل صراحتي لو اروح العصر حتى. معايا لي تروسيكل انا بصرى عليه، بطلع عليه بروح حته اسمها مقلب كده بلم منها منهم، بلم كعلب الكنزي
ازاز الميه، الكراتين، علب السلمون الصفيح، ازاز البيرسول. وبلمها وبعد كده بقى يعني الساعة 10 11 بالشغل أبيع لمخزن حدانا هنا في القرية، أفرز أبيع له الشغل. بعد ما لم الحاجة وأنا جايبها من المقلب أحطها كلها هي مع بعض، بعد كده بفرزها لأروحها، أزاز أزاز، علب الكنزي لأروحها، الحديد على الحديد، الكراتين على الكراتين، الكراتين الشكاير لأروحها كده على طول يعني. ولاقوا فيها يعني مكسب، خلي بالك، فزي ما بقول لك يعني تسربوا من التعليم على اساس انهم ايه يشتغلوا فيها برضه، وبيعيدوا تدويرها لناس تانية، تجار بياخدوهم منهم، اصحاب مصانع، اصحاب تجاره، ويعيدوا تدويرها ويصنعوها تاني. للراجل المتعلم هي صعبه عليه، اما اللي زي حالاتنا اللي مش في ايده صنعه ولا اللي مش متعلم، الشغلانه دي اكسب له، شغلانه مريحه ماشي، هي متعبه في حاجات في الشغل وفي الشيل وفي الحط، هي متعبه بس مكسبها حلو، المكسب بتاعها حلو. Palestinians hoping to travel beyond Egypt's borders face their own unique set of complications. Most simply cannot afford to travel. Those that can find themselves facing more bureaucracy, where people seeking travel and residency documents are categorized by letter. The Namoulis, whose families arrived in Egypt in 1948, are in category B, giving them flexible residency permits, though travel is still difficult. فلسطيني الفئة ب ممنوع من السفر للخارج عشان احنا بتوع 48 مش ممنوع هنا اخرنا مصر هنا وممنوعين نطلع بره مش فيه. طب انا معايا زملاتي طالعين انا وهم مقلطين دبلوم، زملاتي سافروا يعني باقي لهم خمس ست سنين بره ورجعوا بسم الله ما شاء الله، اللي اشترى بيت واللي عمل واللي سوى، يعني كل واحد معه ستة سبعة مش فيه يعني بسم الله ربنا كرمهم. يعني عشان ممنوعين من السفر للخارج، فانت طبعا حتى لو انت بتجيب مثلا 500 جنيه في اليوم، طول ما انت في البيت مش هتوفر منهم جنيه، انما انت لو بتسافر هتعرف توفر جنيه وهتعمل جنيه لاولادك. الوثيقة المصرية اللي احنا بنحملها للأسف كانت الأول بتسافر بها أي دولة من الدول، حاليا ما بتسافرش، السعودية لا تسمح بسفر حملة الوثائق الفلسطينية أو السورية اللي كان ده بقاله سنتين حتى للعمرة أو الحج. وبعدين قرار طلع تاني، خلي بالك، لازم الطفل اللي عنده سنة أو اللي عنده اتنين وبده يحصل على جواز، خلي بالك، لازم تاخده معاك ويشوفوه شخصية، فبتضطر تجيب ميكروباص أو سيارة كبيرة بألف جنيه بتبنمية بسبعمية، خلي بالك، بتاخد الأسرة ست سبع جوازات تمن عشر جوازات وبتروح تاخدهم مصر. فدي برضو صعبة 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 على ولي الأمر في التنقل البعيد والمصاريف الكثيرة، خلي بتبقى صعبة. زيادة على وقتنا على كده تمن الجواز، أنا مثلا عندي سبعة تمن أفراد، أنا مثلا متجوز وعندي 10 12 واحد، خلي بالك، وأحفادي مثلا وغيره وغيره، خلي بالك، بدي أروح مصر لازم آخذ جميع الأطفال وأروح. الجواز بيدفع 130 جنيه غير المواصلات وغير التعب، وممكن يقول لك تاني يوم ما تيجي تستلم الجواز تيجي تجيب الأطفال معاك وتجيب الحريم وتجيب زي الكرة الأولى لازم تعيدها تاني. الشباب كونوا فريق منتخب سموه منتخب فلسطين. بدأنا المنتخب بنلعب في ملاعب هنا خماسية وبنلعب الكرة المجاورة،
والحمد لله حصلنا على بطولة في دورة رمضانية، وحصلنا على بطولة الشرقية، والحمد لله حصلنا على بطولة في القاهرة. احنا بنلعب كل خميس وكل تلات، بنروح نلعب في ملعب هنا اسمه ملعب الفراعنة، نلعب فيه مع بعض، نلعب يعني لعبة كويس قوي مع بعض منا مع بعضينا. في ناس من بره بنلعبهم هنا حوالينا من الجيران، بنلعب معاهم مش عارف ايه على دوري اوقات كده. انا معايا فريقين، فريق جزيره فاضل الف وجزيره فاضل ب، معايا فريقين كل فريق. يعني السنه اللي فاتت النائب عبد الله لاشين مكرمنا طالعين المركز الاول على الدوره، على المركز الكبير في الدوره الرمضانيه، والمركز الثاني طلع الرابع. الفريق به حوالي 20 فرقة من هنا من أجوار القرية، أبو كبير ألف، أبو كبير بيه سوارس، يعني كفر نمر، أبو كبير نفس. منتخبنا بيلعب خماسي وسباعي هنا في القرية في ملعب جنبنا هنا خماسي، وبنلعب فيه يعني كل ثلاثة أيام ماتش، بنلعب فيه نتدرب فيه ونلعب، أنا وزملائي بنلعب فيه. خطتنا الفترة دي إن شاء الله نحسن المنتخب، عشان عندنا بطولات إن شاء الله، عندنا بطولة الشرقية إن شاء الله هتكون في رمضان، وبطولة الدورة الرمضانية. إحنا محتاجينه ملعب بس في القرية، تمام، عشان نعرف بس نجمع اللعيبة بتاعتنا نتدرب بدل ما نطلع بره على الطريق، ونطلع بس ملعب حوالينا هنا نتدرب فيه وكده. The young footballers are the present and future of Fadel Island, but its past belongs firmly to those who more than seven decades ago made the long trek from Palestine to Egypt. Having spent a lifetime in Fadel Island, Shamma Namouly has always had just one ambition. نفسك ترجع فلسطين يا حجة ولا؟ نفسي ارجع فلسطين. ولا فلسطين كانت حلوة. جميلة. جميلة. كان جميل. دلوقتي احنا جينا هنا يعني عيال مش عارفين حاجه. وشوف دلوقتي عيالنا وعيال عيالنا الناس الكبيره هنا، وشوف الجزيره صارت قد دي. ما كانش قد كده، كان يعني شويه قليل. كنت دلوقتي صارت النبع عليهم بلد كبيره. بسم الله ما شاء الله، بلد كبيره من اولها لاخرها، بس الله لا يطرح. طب ايه الاختلاف في الجزيرة عن فلسطين؟ ايه اللي يختلف من هنا؟ يعني بلدك اللي انت ساكن فيها وعارفها زي ما تيجي لتاني بلد؟ لا طبعا. طيب بس فلسطين حلوه، كنت واخدين وضعك هناك في الزراعه. بلدنا وكان عارفين يعني اراضينا. كنتوا قاعدين، كان اراضينا وبعدين في ملكنا وفي اراضينا. الآن متواجد حلم العودة في أذهاننا، ونتمنى أن تتحرر فلسطين ويعود كل إلى مسقط رأسه الذي خرج منه، لا يريد بديل أو يريد موطن آخر. خلي بالك حتى موطن الآباء والأجداد الرئيسي، يعني أبوي خرج من بئر السبع، أنا لا أريد إلا أخرج من بيتي هذا موجود في مصر الحبيب، حتى اضطررت إلى العودة إلى بيت أبي الذي خرج منه، لا أريد بديل عن مكان ما خرج والدي وجدي وجدتي وجميع الأقارب.